وزير الدفاع يصدق على قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة بالكلية الحربية. وزيرة الصحة تتفقد المصنع الرئيسي لإنتاج الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة التشخيصية بمقر شركة سيمنز العالمية. ومؤسسة حياة كريمة تشيد بجهود وزارتي الهجرة والتخطيط في دعم المشروع القومي. موجز لأهم الأنباء من النهار مشاهدينا، أحييكم. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات والمؤهلات العليا ومن خريجي الجامعات الحكومية والخاصة بالكلية الحربية دفعة أكتوبر 2021. المزيد في سياق هذا التقرير. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات والمؤهلات العليا ومن خريج الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة للعمل كضباط متخصصين دفعة أكتوبر 2021. صرح بذلك مدير الكلية الحربية، مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية، أثناء وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة. وسيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية على الإنترنت، وهو tanseeq.mod.gov.eg، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 4 من أكتوبر 2021. تفقدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد المصنع الرئيسي لإنتاج الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة التشخيصية بمقر شركة سيمنز العالمية بمدينة ميونخ الألمانية. وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم الاتفاق على توريد أجهزة الأشعة المقطعية لتشخيص مرضى الكورونا في مستشفيات الوزارة بإجمالي 162 جهازا، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي للجائحة. وأوضحت وزيرة الصحة أيضا أنه تم الاتفاق على توريد 80 جهاز ماموجرام لفحص السيدات بتقنية الذكاء الاصطناعي ضمن مبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة المرأة. كما أكدت الوزيرة أنه تم الاتفاق على توريد أجهزة الأشعة إلى المستشفيات والوحدات الصحية المدرجة ضمن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة، بالإضافة إلى توريد سيارات الأشعة المتنقلة لخدمة المرضى في القرى والمناطق النائية ضمن مبادرة حياة كريمة. أعلنت وزارة الصحة أمس عن خروج 544 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 258,252 حالة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 761 حالة إيجابية جديدة، لافتة إلى وفاة 32 حالة جديدة. أشاد أعضاء مؤسسة حياة كريمة بجهود وزارتي الهجرة والتخطيط في دعم المشروع القومي الكبير حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس السيسي، موجهين خالص الشكر إلى المصريين في الخارج الذين ساهموا في مساندة المشروع. جاء ذلك خلال فعالية إطلاق حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج لصالح المشروع القومي الكبير حياة كريمة، التي عقدت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط. كشف وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي عن تدشين المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محطات مياه شرب جوفية بجنوب السودان والمزودة بالطاقة الشمسية ضمن أنشطة مشروعات التعاون بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل. وأشار وزير الري إلى أنه تم البدء في حفر 3 آبار جوفية لمحطات مياه الشرب الجوفية في قرى كابو وكابوري والرجاف غرب جنوب السودان. كما أكد وزير الري أنه سيتم تنفيذ 7 محطات مياه شرب جوفية في المناطق الريفية البعيدة عن مصادر المياه. ختام موجز، شكرا للمتابعة، في أمان الله.